اهلا بحضراتكم. زي ما تعودنا مع حضراتكم، فقره اخبار الطقس في هذه الايام اصبحت وجبه اساسيه يوميه على شاشه التلفزيون اليوم السابع. بنحاول نضع حضراتكم دايما في الصوره علشان نعرف كل مستجدات الطقس. الجو النهارده الحقيقه دافي ولطيف في اغلب المحافظات زي ما احنا شايفين، بس ده ما يخليناش نخفف ملابسنا الشتويه، خصوصا اننا في منتصف شهر ديسمبر ووارد جدا سقوط امطار وانخفاض في درجات الحرارة دايما. التوقعات الجوية الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية الأخيرة كشفت أن البلاد تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية، وكمان نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكمان شمال الصعيد. معانا الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيكلمنا أكتر عن حالة الطقس في هذه الأيام القادمة، وهنشوف كمان إزاي ممكن ناخد احتياطاتنا ودرجات الحرارة هتبقى عبارة عن إيه. بصبح على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا أستاذة نسرين، أهلا بحضرتكم. أهلا بحضرتك، منورنا ودايما يعني بتقول لنا كل جديد خاص بأخبار الطقس، الحقيقة بنستنى الفقرة دي يوميا. تكلمنا يا فندم عن التقلبات الجوية بشكل عام، أماكن سقوط الأمطار، الرياح، الأتربة هتكون فين؟ طبعا وصلا للبيان اللي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعد طول انتظار واستقرار خلال العشر أيام اللي فاتوا، بدأنا نستشعر أن في تقلبات جوية، وخرائط توزيعات الضغط وسور الأقمار الصناعية أكدت أن في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وبناء على ذلك الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت البيان اللي المفروض بدايته من النهاردة لحد ومستمر معنا حتى يوم الأربعاء القادم. هذه الحالة من حالات عدم الاستقرار فيها عناصر ثلاثة. العنصر الأول هو ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية من 3 إلى 4 درجات مئوية، وده اللي احنا مستشعرينه برا دلوقتي. درجات الحرارة بالفعل مرتفعة، متوقع أنها تصل ل 27 درجة مئوية النهاردة، ما بين 27 و 28 درجة كمان على القاهرة على سبيل المثال، بالإضافة إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، واللي بتقلل مستوى الرؤية الأفقية على المناطق الداخلية. طيب حضرتك بتقول درجات الحرارة بترتفع، هل ده يعني ممكن يكون على نقيض ويكون فيه كمان أمطار؟ يعني خصوصا في الاوقات اللي زي دي نتوقع العكس، يعني احنا عندنا درجات حراره مرتفعه وكمان في تنبؤات بسقوط بعض الامطار في بعض الاماكن. اما هو في البدايه زي ما قلت لحضرتك في 3 عناصر لحاله عدم الاستقرار، الاولاني رفع درجه الحراره، الثاني نشاط الرياح الجنوبيه الغربيه المثيره للرمال والاترب على شمال البلاد سواء كانت السواحل الشماليه الوجه البحري القاهره شمال الصعيد. العنصر الثالث اللي هو سقوط الامطار، ده بعد حاله الاتربه او بعد الاتربه بيكون في فرص لسقوط أمطار نتيجة تغير حركة الرياح واتجاهات المنخفض الجوي الموجود على بحر المتوسط وتحركه من الغرب إلى الشرق، بتبدأ تخش رياح شمالية غربية بها كميات طبعا من الرطوبة، واللي بيتزامن معها وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا فبيسمح بفرص سقوط أمطار. هتبدأ الفرص سقوط الأمطار هتبقى موجودة في الأول على الساحل الشمالية الغربية، ثم تمتد تدريجيا خلال الايام القادمه حتى نهايه فتره البيان يوم الاربعاء الى القاهره ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وسواحلنا الشماليه الشرقيه. طيب يا فندم، يعني نقدر نقول الاماكن اللي هيكون فيها امطار متوقعه في هذه الموجه، يعني تقدر تعمل ايه عشان تستعد لهذه الموجه؟ هو طبعا احنا في كذا نصيحه خاصه بهذه الحاله. البدايه طبعا اصحاب الامراض الصدريه والتنفسيه اللي موجودين في الأماكن والمدن الجديدة والمناطق اللي فيها إثارة للرمال والأتربة بقدر الإمكان عدم التعرض لهذه الرمال المثارة وهذه الأتربة. طبعا أيضا ارتفاع درجات الحرارة بيخلينا نقول اللي لابس ملابس شتوية ما ينفعش يكتفها، لأن وارد أو متوقع انخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة اللي جاية. لو قلنا النهاردة 27 أو 28 درجة على القاهرة، بعد 48 ساعة هتكون 19 درجة، ففي انخفاضات ملحوظة. الأول بكرة 23 في انخفاض 4 درجات، بعد كده 19 أدي انخفاض 8-4 درجات. فطبعا عدم تخفيف الملابس شيء مهم جدا، خصوصا إحنا بنلاحظ أن درجة الحرارة الصغرى مختلفة تماما عن درجة الحرارة العظمى، والفارق بيزيد أحيانا عن 10 درجات مئوية. فطبعا عدم تخفيف الملابس شيء مهم جدا لعدم الإصابة بنزلات البرد. بالنسبة للأماكن المعنية بسقوط الأمطار الغزيرة سواء كان سواحلنا الشمالية الغربية بداية من السلوم ومطروح مرورا بسيدي براني وسيدي عبد الرحمن واسكندرية رشيد بلطيم
شمال الدلتا، كل هذه الأماكن معرضة لسقوط الأمطار الغزيرة خلال 48 ساعة اللي جاية. يفضل بقدر الإمكان القيادة بهدوء تام على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وعلى المواطنين المتواجدين في الشوارع عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو كابلات الكهرباء. طيب أخيرا عايزين نطمن أهالينا في المحافظات الساحلية، خصوصا اسكندرية تشهد في مثل هذا التوقيت من كل عام بعض النوات، هل ممكن هذه الموجة من الطقس السيء ممكن تتحول لنوات في هذه المحافظات؟ هو طبعا ده هذه الحالة من الطقس السيء بيصاحبها نشاط رياح زي ما ذكرنا. نشاط الرياح ده بالنسبة لإسكندرية هيعمل على رفع الأمواج إلى ما يقرب من 5 أمتار في عمق البحر المتوسط، فأكيد طبعا هيكون فيه اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية وفي مواني الملاحة البحرية في إسكندرية أو في كل المواني الموجودة على مسطح البحر المتوسط. على كل حال بشكرك شكرا جزيلا، ودايما يعني بتتابعنا بكل جديد وبتدينا كل النصايح اللي مشاهدينا بينتظروها دايما من حضرتك على شاشة التلفزيون اليوم السابع. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. كنا معاكم في تغطية خاصة عن أحوال الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة. أعد هذه التغطية لحضراتكم زميلي عمار محسن، وكنت معكم فيها نسرين فؤاد، وانتظرونا في تغطيات جديدة على مدار الساعة. إلى اللقاء.